طبعا الانتخابات الرئاسية هي استحقاق ليس فقط تعيين رئيس، لكنه استحقاق يمس البلد بأسره، ويجب أن يكون هذا حق لكل مواطن، وواجب على كل مواطن أن يعنى بالانتخابات الرئاسية. نتمنى أن نوصل لمحل يكون الانتخابات الرئاسية عمادة انتخابات شعبية بناء على رأي الشعب وليس بتوكيل المجلس النيابي. أنا بيعني لي الرئيس اللي بيجي بيوصل صوتي، بيعني لي الرئيس اللي ممكن ينزل يمشي بين الناس ويطلع على حاجات الناس ويسمع للناس، بيعني لي رئيس اللي ممكن يفتح قصره ليستمع لمطالب الناس، بيستمع لشكاوى الناس، بيقدر يعالج. بتصور أنا أنه أي رئيس ممكن يجي حاليا بغض النظر عن هوية الرئيس اللي ممكن يجي، هو أعجز عن أنه يقدم جديد على الساحة اللبنانية نظرا للوضع القائم ونظرا للكيان السياسي القائم. السياسيين في لبنان كانوا يسرقوا الشعب ويتركوا يعيش، بس وصلوا لمرحلة هلا بدهم يسرقوا الشعب وما بدهم يعيشوا، هذا الخطر. فبنتأمل أنه شوي هالتجاذب يعيد بالواقع إلى ما هو عليه ويتحسن الأمر. أنا آخر همي مين بيوصل، بس إنه خزينة الدولة حتدفع معاش لهيدا اللي حيطلع مين ما كان يكون، يعني هو ضميره يعني بياخد هالمصاري وبيشتغل مزبوط. صحتين على كشعب لبناني عايشين على أمل، منقول بكرة أحسن، منقول بكرة أحسن، بس يوم عن يوم عم نرجع لورا، على طول عم نرجع لورا. ما بشجع حدا، ما بهمني مين بيترشح ومين بينتخبوا. ما كنت عايشة بالبلد هون، وعن جد عشت ما بحس كلها فوضى بفوضى، ما حدا بيساهل يهتم لهم. هذا رأيي. نحن من عيد اثنين، بس الأفضل هلأ الأفضل إنه يجي ميشيل عون، الأفضل بس خلي هذا الرجال كبير، خلي فش قلبه شوية على الكرسي، هيداك بعده صغير بلحق، بعد بلحق مرة تانية يعني اثنيناتنا على راسني. المهم إنه يرتفعوا ويريحونا شوية ويحسنوا هالبلد شوية. بتعرفي أنت طلع الحمراء ما في محلات ما بتشتغل، الاقتصاد منهار.